كل التحية لجبهة البحر الأحمر، لليمن الشجاع، هذا اليمن الذي يقاتل دفاعا ونيابة عن الأمة العربية، هذا اليمن يمن أنصار الله، يمن السيد عبد الملك الحوثي. فكل التحية لرجال الله في اليمن والعراق وكل الأرض العربية. فكل التحية لرجال الله في غزة وطول كرم وجنين وكل الأرض الفلسطينية. كل التحية للإخوان في حزب الله، هذا الحزب المقاوم في جبل عامل، جبل الشهداء والعلماء. فكل التحية لشهداء كفر كلا والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل والجنوب اللبناني. ندعو جماهير شعبنا العربي للتحرك على المعابر وكسر هذا الحصار. نحن لا نوجه لا نداء ولا استجداء لجامعة أبو الغيط، هذه الجامعة التي انحازت للأمريكي والصهيوني وكل قوى البغي والاستعمار. اليوم 156 يوم من حرب الإبادة، ولكن الشعب الفلسطيني مستمر على أرض الرباط، وسوف يكسر هذا المشروع ويندحر. اليوم في قضية أسرانا 13,000 أسير يستحق من القوة والفخر.